الواحد بقى أقصى طموحه إن يومه يعدي بسلام بدون عكنانة ووجع دماغ. لا لا كمان أول مرة أشوفك متأثر كده. في ناس لو ولعت لهم صوابعك العشرة شمع هيقولوا لك مناخيرك ما بتطلعش بخور ليه. عندك حق يا اسطى، الناس بقت وحشة أوي. محدش فاهمني غيرك انت حموكش. يابا انت اخويا. انا فعلا بحس كده حموكش. بتحس بأمان؟ بحس ان احنا اخوات من الاب والام، مع انك اسمك حموكش وانا اسمي ممس. ابوس ايديك كفاية، منديلي مش معايا. لما اقعد مع نفسي كده واقول لو حصل لي حاجة مثلا مين هيشيلني غير حموكش؟ مفيش. لو تعبت مثلا مين هيوديني المستشفى غير حموكش؟ مفيش. لو اتسجنت مثلا مين هيزورني غير حموكش؟ مفيش. لو اتزنقت مثلا مين هيسلفني غير حموكشة؟ مفيش.